القصه هنا مش قصه ارقام، مش قصه واحد من اهم الهدافين اللي جم في تاريخ الكره الالمانيه وجم في تاريخ انديه كبيره زي الارسنال في انجلترا او بايرن ميونخ في المانيا. القصه قصه لاعب تستمتع بالكره معاه، ومش هبالغ لو قلت ان هو يمكن يكون الامتداد الطبيعي لكبار وعظماء الهدافين في الكره الالمانيه زي رودي فولر، زي كلينسمان، زي اوليفر بيرهوف. لوكاس بودولسكي هو ضيفنا في السادسة النهاردة، طبعا شرف لينا أنه يكون موجود معنا. نرحب بيه واشكره طبعا على مشاركته وظهوره معنا، وأهلا بيك على شاشة الأهلي لوكاس بودولسكي نجم الكرة الألمانية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا بيك لوكاس. لوكاس، الحقيقة أنا حابب أبتدي معاك من البدايات، حابب ابتدي معاك من كولن، لان دي مرتبطه كمان بينا كجماهير للنادي الاهلي وكعشاق لي، مع وجود اسم صنع الفارق مع النادي الاهلي وهو مارسيل كولر. وبالمناسبه مارسيل كولر يمكن هو اللي قدمك وهو اللي اكتشفك لما كنت بتلعب في كولن في بدايه مشوارك. اهم ذكرياتك، اهم مواقف مارسيل كولر، وايه البصمات اللي سابها مارسيل كولر على لوكاس بودولسكي في بدايه المشوار؟ Ja, erstmal vielen Dank في البداية أشكركم على هذه الدعوة لهذا الانترفيو، لهذا اللقاء الجميل معكم، أقدر ذلك. وتحياتي لكم وكل جمهور النادي الأهلي، متابع لكم ومتابع أيضا للنادي الأهلي. أعشق مارسيل كولر، هو كان فعلا مدربي، وبالمناسبة أود أن أحييه وأهنيه على نجاحاته معكم مع النادي الأهلي. شكرا لك وشكرا لمارسيل كولر وتحياتي له. نرجع لمحطة الانطلاق كولن، أهم البصمات، أهم النقاط اللي استفاد منها لوكاس بودولسكي من المدير الفني في الوقت ده مارسيل كولر. نعم، مارسيل كولر هو من اكتشفني عندما كنت 17 سنة مع نادي كولن الألماني. نعم، هو كان يزورنا بالصدفة وكان يتابعنا ويتابع الناشئين، وفي يوم من الأيام اتصل بي وطلب مني الحضور إلى المكتب ودعاني لزيارة قصيرة، وقعدت وتحدثت معه. كان في أحد المعسكرات وكنت سعيد جدا، وتمنيت طبعا في البداية أن ألعب للبوندسليغا. أعجب بي مارسيل كولر ورأى قدراتي، وهو من اكتشفها. بالفعل هو من ضمني للفريق الأول في البوندسليغا في ألمانيا في كولن، وما زلت في كونتاكت معه ونحن أصدقاء وعلى تواصل دائم معه. هو فعلا المدرب الأول الذي اكتشفني، وأنا فعلا حتى الآن عاجز عن الشكر لما قدمه لي مارسيل كولر. هل ما زال في تواصل بينك وبين مارسيل كولر حتى يعني اللحظة؟ نعم، أنا ما زلت في تواصل مع مارسيل كولر. إزاي شفت مشواره في الموسم الأول ونجاحاته مع النادي الأهلي، تحقيق كل الألقاب أو معظم الألقاب في البطولات اللي خدها، وخصوصا لقب طبعا غالي وعزيز على الأهلوية وهو لقب دوري أبطال إفريقيا؟ كما ذكرت في البداية، أنا سعيد جدا أن أكون واحدا معكم في هذا الانترفيو، في هذا اللقاء، وأعلم أنكم لديكم فانس وجمهور كبير. نعم، تحياتي وتهانينا لمارسيل كولر على الشامبيونز ليج الافريقي وبطوله ابطال افريقيا. تابعت ذلك بشكل كبير وكتبت لمارسيل كولر، ارسلت له رساله تهنئه وتحدثت معه وكتبت له رساله تهنئه وهنأته شخصيا وارسلت تهانئه للفانس لجمهور النادي الاهلي، وتمنيت له التوفيق وما زلت اتمنى له التوفيق واتابعه. تجارب يمكن مارسيل كولر اضيف ليها تجربه المشاركه في كاس العالم للانديه مع الاهلي الموسم الاخير. طبعا انت بالتاكيد تابعت مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في نسخه سابقه قبل كده من بطوله كاس العالم، لكن ايه اللي تتوقعه او ايه اللي تنتظره من نسخه كاس العالم الجديده اللي هيشارك فيها الاهلي ايضا تحت قياده مارسيل كولر مع كبار العالم، وخصوصا طبعا السيتي بطل اوروبا في الموسم الاخير؟
نعم هي فرصة عظيمة، فرصة كبيرة لأي فريق لعرض أدائه ومشاركة في حدث عالمي مثل كأس العالم للأندية. نعم أنا أعتقد أنه فرصة لابد من استغلالها بوجودك بين الفرق الكبيرة واللعيبة الكبيرة وفرق عظيمة مثل من سيتي. هذه هي مفاجأة، أعتقد أنه مارسيل كولر قد يحدث الفارق ويحدث مفاجأة بالحصول على لقب كأس العالم للأندية هذه المرة. أقف معاك شوية مع الكرة الألمانية، إزاي بتشوف انطلاقة الموسم الجديد ميركاتو الأندية الألمانية وخصوصا بايرن ميونخ اللي بدأ الموسم بخسارة أمام لايبزيج طبعا لبطولة كأس السوبر بنتيجة إلى حد ما تعتبر ثقيلة على البافاري وهي نتيجة 3-0، إزاي شفت انطلاقة الموسم بالنسبة للبايرن؟ نعم هذه مفاجأة كبيرة، بايرن لم يظهر بالشكل القوي ولم يقنع، كان هناك انتقادات كبيرة ضد البايرن في ألمانيا. أنا دائما حريص عندما أشاهد مثل هذه المباريات، أنا كنت أشاهد ذلك في الويكند العطلة الأسبوعية في الأسبوع الماضي، ولكني كنت حزين فعلا، وأعتقد أن لايبزيج ودورتموند بروسيا دورتموند من الفرق المهمة التي تنافس دائما. عندما هذا حدث أيضا العام الماضي وهناك دائما منافسة من هذه الأندية ضد الفريق البافاري. قبل ما أتكلم على المنافسة على البونزليجا يهمني أسمع رأيك في صفقة هاري كين، وهل هو من وجهة نظرك أو من وجهة نظر جماهير البايرن ممكن يكون الخليفة الشرعي لروبرت ليفاندوفسكي، ولا هي مجرد محاولة لتعويضه زي ما كان مع ساديو ماني؟ بكل تأكيد أنا أعتقد هذا هو المركز الذي ينقص والقطعة الناقصة لمنظومة الفريق البافاري. أنا أعتقد أن هاري كين هو الوحيد الذي قد يستطيع أن يعوض غياب روبرت ليفاندوسكي. هذا المركز يبحث عنه الفريق البافاري منذ فترة طويلة، يعني دفع أكثر من 100 مليون يورو وهذه صفقة عالية جدا، وأعتقد أن هاري كين سوف يضيف الكثير طبعا باستغلال الفرص الكثيرة وترجمتها لأهداف. هاري كين مميز جدا، مهاجم قناص، مهاجم يستطيع أن يصنع الفارق ويساعد الفريق البافاري. أنا أعتقد أنه دعنا نرى كيف يتأقلم هاري كين بسرعة في البوندسليغا. أتمنى له كل التوفيق وأنا أثق فيه، وأعتقد هو لاعب عظيم مثل هاري كين قد يحدث الفارق مع الفريق البافاري. بمناسبة صفقات البايرن هخلي نفس الملف مفتوح واكلمك على ديخيا اللي ترددت انباء على اهتمام اداره بايرن ميونخ بالتعاقد مع ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، وخصوصا ان هو هيكون فري ترانسفير بعد انهاء عقده مع اليونايتد. هناك فعلا تقارير كثيرة لأن مانويل يورال مصاب، وسمعنا إشاعات وتهاكمات كثيرة. دعنا نرى فريق طبعا الفريق البافاري واحد من اهم الانديه في العالم، وهناك كثير من اللاعبين يتمنون اللعب للفريق البافاري. انا اعتقد ان 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 ان, أن الفريق البافاري يبحث عن اللاعب الذي يناسب السيستم. نعم مانويل نوير وهذه الإصابة الكبيرة، قد يكون ديخيا هو اللاعب البديل أو الحارس البديل، وأنا أتمنى ذلك ودائما في اندهاش وأتابع ذلك بشدة. أروح معك للدوري الإنجليزي، وبالمناسبة لو عملنا مقارنة أي فترة أنت لعبت في اثنين من أهم الدوريات وأكبر الدوريات على مستوى العالم لاثنين برضو من أكبر الأندية، سواء البايرن في البوندسليجا أو سواء الأرسنال في بريمير ليج. ايه الفتره القريبه من قلب لوكاس بودولسكي؟ ايه الفتره اللي حسيت فيها انها قمه التالق او التوهج ليه في الملاعب؟ أعتقد عندما كنت مع الأرسنال كانت فكرة توهجي، هناك الليغا مختلفة، هي الأفضل في العالم، هي وعندما تحدث عن وقتي مع الأرسنال كانت التيمبو والسرعة عالية طبعا، يختلف البريمير ليج عن البوندسليغا في القوة والسرعة،
عندما كنت مع أرسن فينجر أو كان مدربي وكان يلعب كرة هجومية، وكان هناك فرص كثيرة وصناعة فرص كثيرة وكنت أحرز أهداف كثيرة. هذه الطريقة من اللعب الهجومي عجبني جدا وكنت معجب بذلك، وكنت متأقلم في هذه المنظومة مع أرسن فينجر وهذه الطريقة الهجومية، وحذرت وأحرزت أهداف كثيرة. هذه عندما أقارن ذلك بالبوندسليغا، لا طبعا هناك فارق كبير، الأرسنال هو الأفضل. أرسن فينجر واحد من الأساطير اللي اشتغلت في الدوري الإنجليزي، وبالتأكيد ما حدش يختلف أنه صنع إنجازات وبطولات كتيرة جدا للأرسنال. هل بتشوف أنه طريقة رحيله من الأرسنال ما كانتش مناسبة لحجم عطائه أو لتاريخه، وأنه كان يستحق أفضل من كده؟ نعم، أعتقد ذلك. عندما ننظر إلى الأرسنال في الوقت الحالي فنرى أنه فعلا ينقصه مدرب مثل أرسن فينجر، فريق كبير لديه استاد كبير، جمهور، قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم. أرسن فينجر كان مدرب مهم جدا للأرسنال، وأتمنى أن أرتيتا أيضا بدعم كبير، اعتقد ذلك، وسوف يظهر بشكل كبير في الشامبيونز ليج. أرتيتا هو مدرب ايضا مهم، واعتقد قد يكون هو خليفه لارسن فينجا، واتمنى طبعا ان يعوض وجود ارسن فينجا. ولكن ارسن فينجا مدرب اسطوري، رحيله كان صعب وفجوه كبيره للارسنال. توقعاتك للارسنال السنه دي؟ قدم موسم رائع الحقيقه بشهاده الجميع بشكل كبير جدا تحت قيادة أرتيتا، عمل ميركاتو البعض بيصفه على أنه هو الأقوى على مستوى الدوري الإنجليزي. إزاي بتشوف أرسنال في المنافسة على لقب البريمير ليج، وأيضا حظوظه لأن اسم الأرسنال أبدا من المنافسة أيضا في بطولة الشامبيونز ليج؟ نعم، بالتأكيد هو أعتقد سوف يقدم نفس الأداء مثل الموسم الماضي. بوندسليغا، في بوندسليغا بايرن ميونخ هو دائما هو الأول، حتى منذ 10 سنوات البايرن يهيمن ويسيطر على كل البطولات في البوندسليغا، وهذا مختلف تماما عندما ننظر للبريمير ليج. فأعتقد أنه صعب الهيمنة والسيطرة، ولكن أتمنى وأعتقد أن الأرسنال سوف يرجع بقوة وسوف دائما يصبح في المقدمة، وسوف وأعتقد من أرتيتا قد ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا العام. أتمنى لهم التوفيق وأؤمن بهم وأؤمن بأرتيتا وأؤمن بهذه المنظومة بهؤلاء اللاعبين، وأتمنى لأصدقائي الذين ما زالوا يلعبون مع أرسنال أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى أنهم يحرزوا اللقب لهذا العام. أهم الأسماء اللي يمكن كانت موجودة على ساحة الكرة في أوروبا رحلت، يعني كريستيانو رونالدو، رحل، ليو ميسي رحل، إن كانت الوجهة يعني كريم بنزيما رحل، وغيرهم من الأسماء الكبيرة سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لآسيا. بتشوف ده تأثيره إيه على الأندية في أوروبا، وبتشوف مين هي النجوم اللي حظها أفضل لخلافة الأسماء الكبيرة دي؟ أنا لا أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل سلبي على أوروبا، بالعكس سوف طبعا بكل تأكيد سيؤثر بشكل إيجابي على الدوري السعودي وعلى دولة السعودية. نعم، أنا أعتقد أنهم يركزون باستقطاب لاعبين نجوم كبار للدوري السعودي، ولكن دعنا نتحدث بأمانة وبصدق أن اللاعبين أصبحوا في سن كبير، وأعتقد أن قوتهم قد تؤثر فقط بشكل إيجابي داخل الدوري السعودي مقارنة بالدوري الأوروبي، فهم أصبحوا في سن كبير ولا يؤثر ذلك أو لا يؤثر رحيلهم بشكل سلبي على أوروبا. أنا بيتهيألي إن كان ليك تجربة في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات اللعب في الدوري اليوناني، أعتقد في نفس الفريق اللي كان بيلعب فيه أندرياس إنيستا طبعا الأسطورة الأسبانية. في اليابان. مظبوط. ايه الفرق بين الكره في اوروبا والكره في اسيا؟ واحكي لنا اكتر عن تجربتك كمان مع اندرياس انيستا بوصفه واحد من اللعيبه الحقيقه اللي يعني مش هيتعوضوا، اعتقد موهبه قدمت كتير للكره سواء مع برشلونه او مع منتخب اسبانيا.
إنيستا هو لاعب عالمي، لاعب واحد من أفضل اللاعبين الذين صادقتهم وزملتهم في الملاعب، لعبنا مع بعض في اليابان. هو لاعب رائع، لاعب عظيم، ولعبنا مع بعض في أرضية الملعب وكان هذا شيء رائع. لعبنا في بالنسبة للكرة في آسيا، هناك فرق يابانية كبيرة عظيمة، لديهم ملاعب جميلة ورائعة، ملاعب مناسبة جدا. هذا كل هذا أعجبني في حقبتي مع في اليابان. ديفيد بيا وتوماس فيلبالين وانيستا لعبته وزملتهم أيضا في اليابان، ولكن انيستا شيء استثنائي، ولعبنا سويا، واحد من أهم اللاعبين ومن أفضل اللاعبين الذين شاركتهم وزملتهم في الملاعب. في بعض الأخبار اللي ترددت لوكاس في مصر مع وجود طبعا مارسيل كولر ومع علاقتك اللي فهمنا منك وبداية اللقاء انها ما زالت مستمره بيه او في تواصل بينكم، في بعض التقارير او الاخبار ترددت انه في بعض الوكلاء او بعض شركات التسويق تواصلت مع لوكاس بودولسكي في محاوله لاقناعه باللعب في مصر تحت قياده مارسيل كولر. يهمني اعرف منك حقيقه الاخبار، هل حصل فعلا تواصل معك؟ نعم شباب، للأسف لا. أنا قرأت هذه الأخبار وشاهدت في هناك صحفيين كثيرين وهناك ناس كثيرة في السوشيال ميديا سألتني بالفعل وتواصلت معي عندما هل أنا سوف آتي للنادي الأهلي، ولكن دعني، الأهلي فريق كبير، فريق عظيم، لديه قاعدة جمهورية رائعة ويمتلك كل القوة، وفريق بطولي من يبحث دائما عن البطولة. مارسيل كولر نعم يتصل بي ويتحدث معي ومتاح ايضا للتحدث معي في اي وقت، وهذا شرف لي. هل لو عرض عليك اللعب في مصر ممكن الفكرة تكون مطروحة للنقاش او ممكن تبقى في مساحة للموافقة؟ ولكن السؤال، هل يقبل الاهلي قدومي وانا في هذا السن 38 عام؟ بالتأكيد أنت واحد من أهم اللعيبة اللي جات في تاريخ الكرة الألمانية وتتمتع بخبرات كبيرة جدا. طبعا القرار مش عندي، القرار عند مارسيل كولر، لكن ده شيء يسعدني أنا على المستوى الشخصي، يعني واحد أنا أم بيك فان بالنسبة للوكاس بودولسكي. أروح معك للمانشافت، المنتخب الألماني، أنت بطل عالم، واحد من الأجيال المميزة جدا اللي جابت لقب بطولة كأس العالم لألمانيا، ولكن خلينا نبقى متفقين انه المنتخب الالماني والكره الالمانيه عموما ليست كسابق عهدها، يعني في تراجع على مستوى المنتخب الالماني. بتشوف ده سببه ايه؟ هل هو تغيير الاداره الفنيه؟ هل الجيل الجديد من اللاعبين مش على نفس المستوى؟ هل يحتاج المنتخب الالماني اللي هيستضيف اليورو لحاجات معينه عشان يقدر يرجع مره ثانيه على مستوى المنافسه في البطولات الكبرى؟ محتاج لوكاس بودولسكي مرة أخرى للعودة لصفوف الفريق. دعني أشرح. في الأعوام الأخيرة كان صعب جدا بالنسبة للفريق المانشافت، صعب التوضيح والشرح، شرح الأسباب. أعتقد صعب أيضا ذكر الأسباب وراء الانخفاض الذي فيه الفريق الألماني أو المنتخب الألماني. نعم الوقت يختلف، العصر يختلف، الجيل يختلف. لا أستطيع التحليل والتحدث وشرح ما هي الأسباب وراء ذلك. أنا أعتقد أن الفريق الألماني يمتلك لاعبين جيدين في هذه الآونة، ولكن يحتاج إلى تدعيمات أكبر، يحتاج لاعبين يلعبون من أجل الألقاب، من أجل تحقيق ألقاب. لابد أن يكون عندهم هذه العقلية، لابد أن يكون عندهم هذه الفلسفة من السعي وراء الألقاب. أنا أؤمن بالفريق الألماني أو المنتخب الألماني، الفريق المنتخب الألماني لابد أن يتغير بسرعة. طيب خليني أروح للاعبين مصريين زملتهم أو واجهتهم أو تابعتهم حتى من خلال الشاشات ولفتوا نظر لوكاس بودولسكي، بتكلم على لاعبين مصريين طبعا في الملاعب الأوروبية. أنا أعرف بعض اللاعبين لعبت أمامهم
في الماضي. كولن في فريق كولن يوسف محمد هذا هو لاعب أعتقد أنه مصري. دعني أتذكر يوسف كان لاعب مصري لعبته أمامه عندما كنت في كولن. ومحمد يوسف ممكن لعبته وزملت لاعبين مصريين أيضا ولعبت أمامهم وزملتهم أمام لاعبين مصريين ولكن بالتأكيد اللاعبين المصريين ولاعبين العرب وخاصة المصريين هم لاعبين دايما عندهم الحمية في اللعب ويمتلكوا سرعة ويمتلكوا قدرات فنية قوية بالأخص فعلا بكل صدق اللاعبين المصريين واللاعبين العرب يمتلكون قدرات استثنائية وكنت دايما أسعد بوجودهم معنا وكان وعندي أصدقاء كثيرين من اللاعبين وعندي بعض الأصدقاء المصريين الذين لعبت أمامهم وزملتهم في الملاعب في ألمانيا أو في أوروبا ودايما أسعد بوجودهم وأسعد بوجود اللاعبين الذين يأتون من مصر أو يأتون من البلاد. خليني أسألك على اسمين على وجه التحديد. الأول هو النجم المصري الوحيد اللي بيلعب حاليا في الدوري الألماني مع أينتراخت فرانكفورت وهو النجم المصري الدولي عمر مرموش. رأيك في مشواره سواء مع فولفسبورغ أو مع الموسم الحالي وانتقاله لأينتراخت فرانكفورت وتوقعاتك لمستقبل النجم المصري في البوندسليغا؟ نعم أنا أعتقد هو لاعب قوي والبوندسليغا بدأت ودعنا نرى كيف يظهر مع الموسم الجديد. فرانكفورت هو كفريق فرانكفورت طور نفسه في الآونة الأخيرة في المواسم الأخيرة. دعنا نرى. أنا أعرف وأعرف عمر مرموش وأتابعه يمتلك قدرات أيضا قوية وأتمنى له كل التوفيق وأؤمن أنه سوف يظهر بشكل قوي وأتمنى له طبعا مزيد من النجاحات مع فرانكفورت وأشجعه وأتمنى له أنه يحرز أهداف ويظهر بشكل رائع مع البوندسليغا في مع فرانكفورت في الموسم الحالي. لوكاس خليني أخذك للاسم الثاني هو محمد صلاح اللي قدم تجربة ناجحة جدا على مستوى المشاركة مع ليفربول وكان واحد من أهم اللاعبين في الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة بل أنه كان هداف البريمير ليج لأكثر من موسم وحقق ألقاب زي الشامبيونز ليج وزي البريمير ليج في إنجلترا. رأيك في تجربة صلاح وإزاي من وجهة نظرك ممكن استغلالها للتسويق للاعبين المصريين وخصوصا أنه ألمانيا يمكن أكتر دوري على مستوى أوروبا لعب فيه لاعبين مصريين من أجيال كتيرة مختلفة. نعم مو صلاح أعتقد واحد من أفضل اللاعبين المصريين في كل العصور كل الأوقات ليس فقط أنه لاعب قوي أو لاعب عظيم لا هو واحد أيضا من أهم اللاعبين الذين ظهروا هو يصنع الكثير من أجل مصر. ما يفعله وما ما يحصل عليه محمد صلاح في الوقت الحالي ينعكس بكل التأكيد على مصر كبلد فهو يظهر مصر في العالم كله بشكل أيضا رائع وقوي هذا يمثل مصر. مو صلاح دايما ليس هذه الإنجازات التي يحضرها ليست فقط لمحمد صلاح نعم للبلد وهذا يساعد في تسويق لاعبين مصريين في أوروبا بشكل تأكيد يظهر الإيمج الصورة ويعكس الصورة الرائعة عن المصريين وعن اللاعبين المصريين في أوروبا بكل تأكيد. بعد الهدافين اللي هقول أسمائهم دول مين من وجهة نظرك ممكن يكون الاسم الطبيعي اللي يحتل مكانه بعد رودي فولر بعد كلينزمان بعد مايكل بالك بعد أوليفر بيرهوف بعد لوكاس بودولسكي في المنتخب الألماني؟ In Deutschland. سؤالك لاعبين المهاجمين في ألمانيا؟ بسأل مين الاسم في الجيل الحالي اللي ممكن يكون خليفة للأسماء اللي أنا قلتها دي أو الوريث الشرعي أو الوريث الطبيعي للأسماء اللي أنا قلتها دي في منتخب ألمانيا؟ أفضل المهاجمين ليفاندوفسكي من وجهة نظري هاري كين لا ليفاندوفسكي وهاري كين مش منتخب ألمانيا أنا بكلم على المنتخب الألماني على المانشافت. رودي فولر كان مهاجم ألمانيا الأول كلينسمان نفس الحكاية بيرهوف نفس الحكاية بودولسكي نفس الحكاية هذه مشكلة ليست لدينا في الكرة الألمانية مهاجم صريح
او مهاجم قوي، مهاجم رقم 9 على سبيل المثال هاري كين. ليس لدينا ذلك المهاجم في المانيا. لدينا مشكله، لدينا مشكله، لابد من ان نبحث عن مهاجم صريح، مهاجم رقم 9. انا فرحان وسعيد ان هناك انني كلوكاس احرزت اهداف كثيره ولعبت للمنتخب الالماني، وهذه وانا فخور بذلك، ولكن ينقصنا في الوقت الحالي مهاجم صريح يحرز اهداف. صعب صعب، اتمنى ان نجد هذا المهاجم. يهمني اتكلم عن تجربتك الحاليه، انت بتلعب في بولندا اعتقد، واحد ليه رجعت على بولندا وما فكرتش ترجع على الدوري الالماني، وازاي بتشوف تجربتك في الدوري البولندي؟ نعم بالتأكيد، أنا ألعب في بلدي، أنا بولندي في الأساس، ونشأت في بولندا، والدتي أهلي عائلتي في بولندا، وهذا سبب من الأسباب، أسباب وجودي في الوقت الحالي في بولندا. عندما بدأت كاريري وحياتي مع كرة القدم كانت في البداية في بولندا، ولدت ونشأت في بولندا، فهذا الشعور بوجودي بنهاية حقبتي في بلدي هذا شعور رائع، ولهذا السبب أحضرت وأظهرت نجاحات كبيرة من بداية، وأتمنى ختم حياتي في بولندا. ولكن أنا سعيد عندما يتصل بي مارسيل كولر والنادي الأهلي لاستقطابي لمصر بكل تأكيد. خليني أختم معاك بشوية توقعات ووجهات نظرك. واحد، نبتدي بالأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي، أهم ثلاث هدافين على مستوى العالم من وجهة نظر لوكاس بودولسكي. هالاند وهاري كين يحرزون اهداف كثيره، خاصه هالاند يحرز اهداف كثيره، روبرت ليفاندوسكي، كريستيانو رونالدو يحرز اهداف كثيره، ايضا ميسي يحرز اهداف، ما زال يحرز اهداف. هناك مهاجمين، كريم بنزيما العام الماضي ايضا كان واحد من اهم المهاجمين واحسن وافضل مهاجم في العالم الموسم الماضي، هو وروبرت ليفاندوسكي وهالاند، هؤلاء مهاجمين رائعين. هناك أيضا بعض البعض منهم طبعا صنع لنفسه كارير كبير، وبكون سعيد دايما بمشاهدة هؤلاء المهاجمين. أفضل ثلاث فرق في أوروبا ترشحهم لتحقيق لقب الشامبيونز ليج. صعب جدا. أعتقد ممكن من سيتي، ممكن من سيتي مرة أخرى بكل تأكيد. في كل الأحوال أيضا بايرن ميونخ فريق بينافس بقوة، دعنا نرى. ريال مدريد طبعا عمل صفقات قوية هذا العام ودعم صفوفه. ريال مدريد ومان سيتي من أهم وهم أفضل الفرق وأفضل المرشحين للشامبيونز ليج لهذا العام. أفضل ثلاث مديرين فنيين أو مدربين ألمان من وجهة نظرك. أفضل ثلاث مهاجمين مدربين يورجن كلوب وهانزي فليك ولوف من وجهة نظري، لوف ويورجن كلوب من وجهة نظري. لوكاس بودولسكي، كنت سعيد جدا جدا وتشرفت بمشاركتك وبوجودك معنا في السادسة، وبشكرك بكرر شكري ليك مرة تانية على المشاركة دي اللي أنا شخصيا سعيد بيها وتشرف بيها جدا، وكل التوفيق ليك، بتمنى لك توفيق في مشوارك، وأتمنى يكون ليك واحدة من المحطات هنا في مصر حتى ولو كانت على سبيل الزيارة. النجم الألماني الكبير لوكاس بودولسكي شرفتنا، حلقتنا مستمرة مع حضراتكم، اتكلمنا معاه على ملفات كتير، واتكلمنا معاه على وجهة نظره كمان في اللي جاي، وحتى ملف اللاعبين المصريين سواء عمر مرموش أو محمد صلاح. خليكم معانا، نروح لفصل سريع ونرجع نكمل السادسة مع حضراتكم.